الجزء الثاني من العمليات اللي بتندرج تحت عنوان تنسيق القوام هو ازاي ان احنا نشيل الجلد الزياده او الترهلات الزياده اللي موجوده، لانها بتاثر على شكل القوام بتاعنا وبتاثر طبعا. على الشكل العام او الايمج بتاعتنا اللي بيشوفها الناس اللي قدامنا. نقدر ان احنا برضو عن طريق جروح صغيره بنقدر ان احنا نخفيها في اماكن تنايات جسمنا، نقدر ان احنا نتخلص من الترهلات دي وما بيبقاش شكلها وحش وبيبقى جسمنا مفرود بشكل طبيعي.